بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. فصل في بيان آداب قضاء حاجة الإنسان. آداب قضاء الحاجة جلوس بطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله فصل خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا فصل أو فصل في، يعني فصل مبتدأ والخبر في آداب قضاء الحاجة أو في آداب قضاء حاجة الإيه؟ حاجة الإنسان. لكن أفضل الأعاريب في هذا الباب أن يقال إنه خبر لمبتدأ محذوف، بأن يقال هذا فصل. والفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، الفصل معناه الحاجز بين الشيئين، ولكنه في الاصطلاح هو اسم لطائفة معينة من مسائل العلم داخلة تحت الباب، وهو أعم من المبحث أو من المطلب، لأن الأول كتاب ثم باب ثم فصل ثم مبحث ثم مطلب، خلاص. فيبقى الفصل يعتبر هو الواسطة بين هذه الإيه؟ بين هذه الأشياء كلها. ولما كان هذا مختص بالطهارة أو خاص بالطهارة قال فصل، لأنه لسه لا يزال في الباب، يعني اللي هو باب الطهارة أو كتاب الطهارة، فلذلك قال فصل، يبقى كأنه هو داخل في موضوع الطهارة. الشيخ خليل رحمه الله تعالى أخر هذا الفصل عن الوضوء، وذلك لأنه رأى أن الإنسان قد يتوضأ فتطرأ له هذه المسألة اللي هي يقضي حاجته مثلا، فعرفه آداب قضاء الحاجة بعد أن عرفه الوضوء. ولكن شيخنا هنا شيخ الدردير رأى أن يقدم ذلك الفصل ولم يمشي على أصله وهو متن خليل، المفروض أنه هو ماشي على المختصر بتاع خليل، لكن هو لم يمشي على الأصل هنا، قال لأنها من توابع طهارة الخبث، فمن أجل ذلك قدمها مع طهارة الخمس قبل أن يتكلم عن طهارة الحدث اللي هي الوضوء. فالشيخ الدردير رأى أن مكانها هنا في طهارة الخبث، وهي فعلا تابعة لطهارة الخبث ولسه ما بدأش في طهارة الحدث. لكن الشيخ خليل قال لا، أنا أعرف الإنسان طهارة الحدث ثم يحدث منه ناقض للوضوء بقضاء هذه الحاجة التي إيه؟ التي يقضيها الإنسان. فلكل وجهة هو موليها. وعلى العموم ترتيب الشيخ الدردير ربما كان أوفق للباب، علشان يجمع الأشياء كلها في مكان واحد أو في محل إيه؟ أو في محل واحد. وفي كلام خليل إشارة إلى أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء، بل يصح الوضوء من غير استنجاء، خلاص. ومن أجل ذلك قدم الوضوء أولا على الاستنجاء. لماذا؟ لأن الوضوء يصح بلا استنجاء، يعني يصح وبعد ذلك يستنجي الإنسان مدام الحدث انقطع واللي على المخرجين ده خبث، يصح للإنسان أن يتوضأ مع وجود الخبث، لكن لا يصح للإنسان أن يتوضأ مع وجود الحدث. فإذا كان الحدث لا يزال يخرج من الإنسان فإنه لا يصح له أن يتوضأ، لكن إن كان الحدث قد خرج وانتهى واللي على المخارج ده تلويث من الحدث اللي خرج، يصح للإنسان أن يتوضأ. لكن يستنجي إزاي بقى؟ يضع خرقة في يده مثلا علشان يستنجي بها، لأنه لو مس ذكره سينتقد الوضوء. فمن أجل كل هذه المسائل كلها الشيخ الدردير راعى الحكاية دي وقال إحنا نعرفه المستحب الأصلي، وهو أن يستنجي الإنسان
ويقضي حاجته قبل أن إيه؟ قبل أن يتوضأ. فتكلم عن آداب قضاء الإيه؟ الحاجة. كلمة آداب توحي بأن هذه الأشياء يعني من الأدب، والأدب شيء ليس بواجب، يعني يوحي بأن ذلك الشيء ليس بواجب. والحقيقة أن هذه الأشياء منها ما هو مندوب ومنها ما هو واجب، فإطلاق الآداب عليها إطلاق عام، إطلاق لفظ الآداب على هذه الأشياء إطلاق عام، لأن هيجي منها اللي هو واجب زي الاستبراء، وهيجي منها اللي هو مكروه إنه هو يعمله، وهيجي منها اللي هو حرام إنه هو يعمله أثناء قضاء الحاجة. فطبعا كلمة الآداب إطلاق عام، والمقصود التفصيل، مقصود به التفصيل. وقوله قضاء حاجة الإنسان، هذا شيء كناية عن ما يقتضيه الأمر من خروج الغائط أو خروج البول أو الأشياء اللي زي دي، فعادة يكنون عنها بهذه الأشياء. والكناية دي من ألطف أنواع الأدب، كنايات من ألطف أنواع الأدب. إحنا عندنا مثلا يعبر عن الجماع مثلا: الرجل غشي المرأة، الرجل جامع المرأة، الرجل ما حصل، ما يتقالش مثلا اللفظ الصريح في هذه المسألة. وبعدين إحنا عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في القرآن. قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، ما قالش فلما جامعها أو فلما التقى بها، إنما قال فلما تغشاها. فكن القرآن الكريم بكناية لطيفة عن لفظ الوقاع الذي يحدث بين الرجل والزوجة بقوله فلما تغشاها. لكن اللفظ إن اقتضاه الحال فالبلاغة تقتضي إنه يتقال، يعني لما يكون اللفظ يقتضيه الحال ها من البلاغة إنك أنت تقول، تصريح إنك أنت تقول. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبرت الشيطان وله درات. أتى بنفس اللفظ ده مع إن الرسول بيعلمنا الأدب، إزاي يأتي بهذا اللفظ الشنيع في هذه المسألة؟ قال لك لأنه ده لفظ مقصود، لأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقبح في ذهن السامع الخارج من هذا الملعون الشيطان عشان تنفر منه النفس. فما ينفعش اللفظ، ما يجيش لفظ إلا هذا اللفظ. فهنا لما بيتكلموا يقولوا آداب قضاء الحاجة، إنسان عندما يذهب إلى السوق ويشتري شيء يبقى قضى حاجة، عندما يجامع امرأته يقضي حاجة، عندما كذا يقضي حاجة، لكن عندما يتبول يقضي حاجة، عندما يتغوط يقضي حاجة. لكن اشتهر هذا التعبير في هذه المسألة فصار غالبا على هذه الموضوع، يقول لك أنا ذاهب لأقضي حاجتي، حتى عملوا له الفصل ده وقالوا قضاء حاجة الإنسان، يعني أن هذا أمر لازم لذلك الإنسان، أمر لازم لذلك الإنسان، وهو تذكير لأمر أبينا آدم عليه السلام، لأن آدم كان في الجنة فلما أكل من الشجرة احتاج إلى هذه المسألة، يعني دي الأصل الأصيل في الأول خالص. لذلك لما يقول قضاء حاجة الإنسان عايز ذكرك بأصلك الأول اللي هو بتاع أنك أنت إنسان، وإنسان ابن آدم، وابن آدم اللي حصل منه أنه كان في الجنة لا يأكل لا يتغوط ولا يتبول ولا يحصل أي حاجة، فلما أخذ شيئا غير مأمور به حدث له ذلك الشيء. خلاص، فيعني الكلمة كلها تذكر بأصل الإنسان، خد بالك. آداب قضاء حاجة الإنسان، قضاء حاجة الإنسان ده مصدر قضاء، قضاء يقضي قضاء، وقضاء حاجة الإنسان مضاف إلى مين؟ قضاء حاجة الإنسان مضاف إلى مفعول، يعني مصدر مضاف إلى مين؟ إلى مفعوله. نعم. قال: آداب قضاء الحاجة جلوس بطاهر. نعم، جلوس بطاهر، يعني يستحب. هنا نبين إحنا بقى الواجب والمستحب. يستحب
لقاضي حاجته، أي لمريد قضاء حاجته مش للقاضي، لأن القاضي في أثناء القضاء للحاجة لازم يكون استعد في هذه المسألة. فمعنى قاضي الحاجة يعني المريد لقضاء الحاجة، خدت بالك؟ زي ما يقول لك المصلي يفعل كذا، يعني من المصلي يكون يتطهر من النجاسة، يعني إيه؟ المريد للصلاة، لأنه مش هيتطهر أثناء الصلاة، إنما المصلي يتطهر من النجاسة، أي المريد للصلاة يتطهر من النجاسة. فقوله لقاضي حاجته، أي المريد لقضاء حاجته، أن يرتاد لنفسه مكانا طاهرا يجلس فيه، يبقى جلوس بطاهر. وقوله جلوس يوحي بأن الجلوس أفضل من القيام، لكن سيأتي متى يصح له أن يقوم ومتى يصح له أن يجلس. نعم، جلوس بطاهر أي بمكان طاهر، حتى لا إيه؟ لا تتلوث ثيابه بالنجاسة عندما يقضي حاجته. نعم. إذن يا مولانا، يعني أحيانا يرتاد الإنسان أماكن قد لا تكون اللي هي أماكن قضاء الحاجة العامة. أيوة، ما احنا هنقول عليها إن شاء الله. نعم. وستر لقربه. وستر لقربه أي لقرب محل قضاء الحاجة، يبقى قربه ده يعود على الضمير على للمحل الذي سيقضي فيه حاجته، أي المكان الذي يقضي فيه حاجته. يعني يستحب له إنه يستر نفسه لغاية ما يقترب تماما من الأرض أو من المكان الذي حيقضي فيه حاجته، مش يفضل واقف كده هو ويرفع الثوب بتاعه ولا يرفع ثيابه، لا، يفضل مستتر 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 لغاية ما يقرب خالص من الأرض علشان ما يكشفش الإيه، أو لغاية ما يقرب على المكان اللي هو حيقضي فيه الحاجة، ثم بعد ذلك يرفع إيه، يرفع ثيابه. نعم. واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى. طيب، هنا مسألة المسألة دي كان فيها شوية تفصيل، اللي هي جلوس بطاهر ديت، اللي هيقضي الحاجة ده إما أن يجلس، أن يكون المكان الذي سيقضي فيه الحاجة مكان رخو لين، يعني واخد بالك، وإما أن يكون طاهرا، رخو طاهر أو رخو نجس أو صلب طاهر أو صلب إيه، أو صلب نجس، يبقى دول أربع أشياء، يا إما رخو طاهر، يا إما رخو نجس، يا إما صلب طاهر، يا إما صلب نجس. طيب، إن كان المكان رخو طاهر يجوز له أن يقوم ويفضل قائم ويقضي الحاجة فيه. ليه بقى؟ لأنه هو مش هيرتد إليه بول مثلا فينجس ثيابه، لأن المكان رخو لين يعني، خلاص. وإن جلس كان أفضل، ما دام رخو طاهر يبقى يصح له القيام، كان يتبول يعني مثلا فقط، وإن جلس كان أفضل. طيب، رخو نجس، خلاص، برضو يجوز له أن يقوم والجلوس فيه إيه؟ الجلوس فيه أفضل. طيب، صلب طاهر الجلوس فيه أفضل. ليه بقى؟ لأن ربما يقضي حاجته من بول في ذلك المكان الصلب، فيرجع الرزاز بتاع البول أو نقاط البول تعود إليه مرة ثانية، فيبقى كده غلط، يبقى كده هيتنجس ثيابه، هيتنجس جسمه وإلى آخره، فالأحسن إنه هو إيه؟ يجلس، خلاص؟ طيب، صلب طاهر، قال لك صلب، لا، ما احنا قلنا صلب نجس، صلب نجس، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يجلس. بل بعض الناس قال لك يجتنبه خالص، يعني بعض العلماء قال لك يجتنب المكان الصلب النجس، لا يقوم ولا يقعد فيه. طب الصلب الطاهر، قال لك الجلوس فيه متأكد، الجلوس فيه إيه؟ الجلوس فيه متأكد. يبقى إذن إحنا معانا الرخو والصلب والرخو الطاهر والرخو النجس. الرخو الطاهر
خلاص يعمل ايه؟ يجوز له القيام فيه، ده بالنسبة للبول، احنا بنتكلم في البول فقط، يجوز له القيام فيه والجلوس فيه افضل، دايما الجلوس افضل. طيب الرخو النجس، يبقى المفروض ان هو يجلس فيه، واخد بالك؟ وبعضهم قال لو رخو نجس القيام فيه افضل. القيام فيه ايه؟ يبقى الرخو الطاهر الجلوس فيه افضل، الرخو النجس القيام فيه افضل. ليه؟ قال لك لانه ربما جلس فتنجست ثيابه من الرخو اللين، اللين النجس يعني، فالقيام فيه احسن. كويس. طيب الصلب الطاهر الجلوس فيه افضل او متاكد. الصلب النجس بعض العلماء قال لك يجتنبه، ولكن بحث بعضهم في ذلك الامر وقال ما دام المكان نجس ويابس حتى لو جلس وهو جالس يقضي الحاجه لا تتاثر ثيابه بهذا الامر، يعني لانه هو طبعا الانسان المفروض انه هو ثيابه تفضل على الارض مثلا يعني، او بعيد عنه بشويه عشان يستر جميع العوره بتاعته. هذا الكلام ان كان في الفضاء، البحث ده كله ده ان كان في الفضاء او في الصحراء او في كذا او في كذا. اما في الاكنفه بتاعتنا احنا بقى فلازم يرفع ثيابه من قبل ما يقرب من الارض او من الكنيف. وكذلك الاماكن النجسه اللي قدام الحمامات وقدام الكبنيهات بتاعتنا اللي احنا فيها ديت، يرفع ثيابه الاول قبل ما يدخل الحمام وقبل ما يوصل للمحل. انما الكلام بتاعنا ده كله اللي احنا بنقوله يستر لغايه ما يقرب من الارض والرخو والطاهر والنجس والكلام ده كله، كل هذا في الفضاء او في الاماكن اللي هي بعيد عن الاكنفه بتاعت المدن. اما اكنفه المدن بتاعتنا احنا دي الحمامات، يرفع ثيابه على كيفه بقى قبل ما يوصل، بعد ما يوصل يعمل. وكذلك لو رفع ثيابه علشان يتوقى النجاسه يكون افضل، مفهوم؟ وحتى لو هو في مكان مثلا قبل الكنيف اللي هيدخله مثلا يعني، فالافضل ان هو برضو يرفع ثيابه قبل ان يدخل ذلك الكنيف. المهم انه يستر عورته عن الناس. نعم يا سيدي. قال واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى. يعني يستحب له ايضا ان يعتمد حال تغوطه او تبوله على الرجل اليسرى، ويحط ايده على ركبته اليسرى كده اهو، يعتمد عليها ويرفع اليمنى هكذا كده، يخلي صدر اليمنى كده على الارض والقدم فوق كده، خلي قدم اليمنى فوق ده، عشان ده اعون على خروج الخارج. وهكذا كان يعلم رسول الله الناس، لانه قال انما انا لكم بمنزله الايه؟ الوالد اعلمكم. خدت بالك؟ فكان بيعلمهم انه يعتمد على رجله اليسرى لانه ده اسهل لخروج الخارج، لان المعده عامله زي يعني عارفين البلاص اللي هو بتاع اللي هو بتاع الميه او بتاع الكذا، فهي مايله كده الى ناحيه اليسار المعده. فلما يكون الواحد هيقعد كده يبقى الحاجة اللي هتخرج منها صعبة شوية، صعب الخروج لأنها معتدلة، لكن لما يميلها كده يساعدها على إنها تخرج الحاجة اللي هي هتخرج منها حتى وإن كان بولا. قالوا يعتمد على رجله اليسرى حتى البول، لأنه أعون على خروج الخارج كما هو إيه؟ كما هو مشاهد وكما هو معروف. نعم. قال وتفريج فخذيه. كذلك لأن إحنا عندنا إذا ضم الفخذين يؤدي إلى ضيق المخرج، وإذا أدى إلى ضيق المخرج في الغائط يبقى في تلك الحالة الخروج الشيء هيبقى صعب شوي، أو قد يؤدي إلى علوق بعض الأشياء ما تخرجش، وهيبقى برضو الاستبراء مش مظبوط. وكذلك بالنسبة للبول، لو ضم الفخذين هيضم على المثانة، ومن الممكن أن يخنق المثانة فتخرج تبقى فيها أشياء معينة ما تخرجش منها. فالأفضل ويستحب أن هو يفرج الفخذين بتوعه دول هم كده ساعة الإيه؟ ساعة قضاء الحاجة. نعم.
قال وتغطية رأسه. تغطية رأسه أي ويستحب أو يسن له أن يغطي رأسه. قال العلماء فيها قولين، قول يقول لا تكفي الطاقية، ساعة ما يدخل الحمام ما تنفعش الطاقية، وإنما رداء أو ثوب يحط جزء منه كده هو وجزء منه على إيه؟ على دماغه. والمعتمد أن الطاقية تكفي، يعني المعتمد في المذهب أن لو غطى رأسه بطاقية ساعة دخول الحمام تكفي. طب إيه الحكمة من تغطية الرأس يعني؟ قال والله الحكمة فيها قولين، فيها حاجتين. أولا حياء من الله تعالى ومن الملائكة، ساعة خروج الخارج حياء من الله ومن الملائكة. ورد أن سيدنا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما وأحس بشيء يخرج، فأخذ يذهب في الجنة ويعود ويأتي وهو إلى آخره، فكانت رأسه غير مغطى، فأمسكت شجرة بشعره، هو عمال يشد في شعره كده، ما شيء صعب بالنسبة له يعني، يعني صعب إنه رايح يقضي مصلحة وانكشفت السوءة بتاعته عليه السلام وعاوز يشوف المسألة ديت. فالشجرة، فقال الله سبحانه وتعالى أفرارا مني يا آدم، رايح فين يعني، تفر رايح فين؟ فقال بل حياء منك يا رب العالمين. فقالوا يستحب للإنسان إذا قضى حاجته أن يغطي رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة اللي هم معاه، لأن في ملائكة معاه على طول موجودين، واخد بالك، اللي هم الكتبة موجودين معاه في كل مكان. نعم الحفظة بيفرقوه في الفترة ديت يعني في هذا المكان، الحفظة بيفرقوه ساعة القضاء الحاجة. والرأي الثاني أو الحكمة الثانية قال لك لا، الشعر ده له مسام، فإذا هو ما غطهوش ستعلق الرائحة بمسام شعره، فالأفضل إن هو يغطي شعره علشان خاطر المسام بتاعة الشعر لا تعلق بها الرائحة بتاعت المكان ده اللي رايح فيه. لكن اعتمدوا الأول وقالوا إن الظاهر هو الأول، إن الواحد يغطي رأسه حياء من مين؟ حياء من الله تعالى ومن ومن الملائكة. سيدنا آدم غطى رأسه بالشجرة ولا الشجرة؟ ده هي الشجرة مسكت فيه، ما هو لسه ما كانش يعرف بقى إن في غائط وفي بول وفي حاجات زي كده. هو فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآته وأحس بقى، لأنه هو ربنا قال له كل من شيء معين، شيء المعين ده ياكل منه، زي ما احنا ان شاء الله ان ربنا يدخلنا الجنة جميعا كده ناكل وما فيش تغوط عندنا، واخد بالك. ولذلك الشعبي قالوا له يا شعبي كيف يأكل تزعمون في دينكم ان الانسان المسلم ياكل في الجنة ولا يتغوط، كيف يكون ذلك؟ يعني لازم كل واحد ياكل يبقى له فضلات. فقال له الشعبي كان موفق، قال له الجنين في بطن أمه يتغذى ولا لا يتغذى؟ قال يتغذى. قال لهم فهل يتغوط؟ قالوا لا يتغوط، ولو تغوط لاحترق. فقالوا له، فقال لهم، قالوا له لو تغوط لاحترق. قال الذي قدر على أن يجعل الجنين يتغذى ولا يتغوط قادر على أن يجعل المؤمن في الجنة يتغذى ولا يتغوط، خد بالك. فإذا يعني لأجل علوق الرائحة يتغطى الإنسان أو يغطي رأسه. نعم، القول اللي بيقول أن هذه التغطية كي يبعد عن نفسه وسوس الشيطان بحيث أنها تكثر في الأماكن الكنفة، والله على كل حال ده ما الشيطان مش محتاج أنك تغطي ولا ما تغطيش، ويقدر يوسوس من مكان بعيد. يعني غالبا الناس بتبقى لابسة عمم وهو يصلي وتلاقيها شغال معاهم يعني، تمام. مثلا ما هو واضع خرطومه على القلب اصلا، مش محتاج انك تغطي راسك او غيره، ده ملعون. نعم. قال وعدم التفاته. نعم، يستحب له عدم التفات انسان زي حال قضاء الحاجه، لكن قبل قضاء الحاجه يستحب ان يلتفت، يشوف يبص شمال ويمين كده يشوف ايه اللي حاصل،
ربما يلاقي شيء من الهوام يتقيه، يلاقي حاجة تخوفه، يلاقي كذا، لكن ساعة ما يروح يقضي ما يلتفتش بقى. ليه؟ لأنه هو لما يلتفت ربما يرى شيئا فيخليه يقوم قبل تمام الايه غرضه، فيتنجس ويقطع على نفسه البول بتاعه أو الغائط بتاعه، فيؤدي ذلك إلى ضرره. لأن قطع المسألة اللي زي دي، قطع البول أو قطع الغائط من غير انتهائي، يؤدي إلى ضرر الإنسان. ولذلك ساعة الأعرابي ما بال في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه، وفي رواية لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه خليه يكمل. لأنه أصلا لو قطعتم عليه البول بتاعه، أول ما هيقوم هيتنجس أكتر مكان من في المسجد، وبعدين هيؤدي إلى ضرر الإنسان ساعة قطع البول. فالإنسان لا يلتفت أثناء قضاء حاجته، خلاص قبل القضاء يقعد بقى يبص شمال ويمين ويشوف ويرتب لنفسه المكان اللي هيقعد فيه. أما إذا جلس خلاص بقى يسيب نفسه كده زي ما تيجي المسألة. نعم. قال: وتسمية قبل الدخول بزيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتسمية قبل الدخول، يسمي يقول بسم الله، طبعا مش هيقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله. لما قالوا الواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال أسيذبح هو، يبقى يقول بسم الله كده على طول، بسم الله. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خلاص. طيب ليه بقى؟ هو حيشوف دلوقتي ربما يعني يتكلم عن الحكمة في التسمية قبل الدخول، قبل ما يدخل الخلاء يقول بسم الله. فإذا دخل الخلاء ونسيها قبل قضاء الحاجة فإنه لا يذكرها فيه. فإن قال قائل فبما يتحصن، ما دام ما سماش بما يتحصن؟ قالوا احترامه لذكر الله تعالى وعدم ذكره في الحمام أو في الكنيف هو ده الحصانة بتاعه. يعني كونه يحترم إنه يذكر ربنا سبحانه وتعالى في ذلك المكان سيحصنه الله سبحانه وتعالى، إن كان قد نسي إن هو إيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المتعمد ده بقى هو حر، زي ما يحصل يحصل معاه. نعم. طبعا سيدي، كنا نقرأ الكتاب ده في الثانوي، كان في أستاذ يقول إن يعني إذا دخل الخلاء فيكتفي بقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني لا يذكر البسملة لكن يذكر بقية الذكر، يعني ما لم يجلس على قضاء حاجته. لكن إذا دخل الكنيف يكره أن يذكر الله تعالى مطلقا. إنما الكلام ده في الصحراء أو في الفضاء. يعني هو لما يدخل قبل قضاء الحاجة كده يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن جلس على قضاء الحاجة ما يقولش حاجة خالص بقى. في الحمام قبل ما يدخل كده الحمام يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن دخل الخلاء ما فيش حاجة خالص، ما يقولش حاجة. نعم. مش ممكن يقولها في نفسه في قلبه؟ ماشي، بس أصل إحنا عاوزين نسمع الجن، علشان هو الجن اللي إحنا نقصد إن الجن، لأن هو الجن ليه تسلط في ذلك المكان، وخصوصا الحفظة غايبين عنك في المكان ده هو. ففي الحالة دي المفروض الإنسان يحفظ نفسه بقى. تسمية هنا جهرا؟ مش ضروري جهرا، يعني يسمع نفسه كده بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا مش هيجيب ميكروفون ويعلي صوته عشان الناس كلها تعرف إنه داخل الحمام، يعني لا، يعني يسمع نفسه كده بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كده. نعم. قال: وقوله بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. قوله بعد أولا اللهم إني أعوذ بك من الخبث. قالوا لا لا، اشرب يا سيد، اشرب، شوف مين اللي ما شربش الأول، مين ما شربش الأول، خد اللي نجيب تاني. لا كده بزيادة يا سيد. طيب ماشي. لا خلص.
اللهم إني أعوذ بك من الخبث. قالوا الخبث اللي هو ذكر الجن، خبث بضم الباء ذكر الجن، هو ده المشهور يعني ضم الباء، وبعضهم يخففها علشان إيه تبقى خفيفة في النطق الخبث، لكن الأفضل اللي هو الخبث اللي هو بضم الباء، جمع خبيث وهو ذكر الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي أنثى الجن. فالمفروض الإنسان يستعيذ بالله تعالى من ذكر الجن وأنساهم، لأن لهم لعب بعورات ابن آدم، لأن لهم لعبا بعورات ابن آدم في ذلك المكان، ولأنهم يتسلطون عليه إذا لم يحصن نفسه بذكر الله تعالى. فالأفضل للإنسان أو يستحب للإنسان يقول الكلام ده عند دخول الخلاء. وقوله بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، خلاص يقول كده ساعة ما يخرج، يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا في أذكار تانية غير دية يعني، واخد بالك، لكن هو ده المشهور اللي مشى عليه الفقهاء. يعني مثلا يقول الحمد لله الذي سوغنيه طيبا طهورا وأخرجه مني مثلا مؤذيا خبيثا أو نحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند خروجه من الخلاء غفرانك. وكلمة غفرانك العلماء عللوا فيها تعليلات، يعني أنا أخشى أن أتحدث فيها، لكن هم قالوا إن سيدنا آدم عليه السلام، هات يا محمد، سيدنا آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة وجاءه الغائط وجد ريحا يعني وجد ريح الغائط، فقال يا رب ما هذا؟ فقال هذه ريح مخالفتك. ففي الحقيقة يعني هذا كلام ذكروه، فقالوا الرسول كان بيستلهم هذه المسألة بتاعت الأصل الأول اللي هو بتاعت سيدنا آدم، فحين كان يخرج من الخلاء يقول غفرانك، غفرانك يعني يا رب اغفر لنا اللي حصل من سيدنا آدم عليه السلام وإحنا أولاده. فكان بيستشعر هذه المسألة، يقول الحمد لله. ولو جمع بينهم الإنسان وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يبقى ده كلام كويس إن شاء الله. نعم. قال وسكوت إلا لمهم. وسكوت يعني يسن له أو يستحب له السكوت حال قضاء الحاجة، أو إذا دخل الكنيف يستحب له السكوت. ليه؟ لأن الكلام عندما أثناء قضاء حاجة الإنسان يورث الصمم، خلي ودانه تتصمم، لا هو يورث الصمم فترة معينة كده، يمكن فترة بعد فترة بعد كذا بعد كذا، فيورث الصمم، خدت بالك؟ فمن أجل ذلك لا ينبغي للإنسان أن يعني يقول هذه المسألة، وأيضا أن يتكلم يعني، وأيضا لا ينبغي له أن ينظر إلى الخارج منه، لأن النظر إلى الخارج منه يورث الفقر والعياذ بالله يعني كذلك. وأيضا لا ينبغي له أن يبصق على ما يخرج منه، لأن البصق على ما يخرج منه يورث البرص والعياذ بالله، أو أمراض معينة كده تأتي للإنسان. فينبغي ألا يبصق على ما يخرج منه، وألا ينظر إلى ما يخرج منه، وألا يتكلم في أثناء قضاء في أثناء قضاء حاجته. نعم. إلا لمهم، لأنه قد يجب الكلام، يعني مهم مثلا يطلب مية، يطلب حاجة مثلا عايزها ضروري مثلا في هذا الشأن، ما يكونش قضاها أو جابها، لأنه يستحب له أن يعد كل شيء قبل دخول الخلاء عشان ما يتكلمش في الخلاء يعني. ويجب الكلام في الخلاء إذا أراد أن ينقذ أعمى مثلا، واحد بيقضي حاجته فشاف واحد أعمى حيقع في حفرة، يجب عليه أنه يكلمه، أو واحد هيسرق مال مثلا يبقى يجب عليه يكلمه، إنما غير كده يستحب له أن يسكت لا يتكلم.
نعم. قال وبالفضاء تستر. وبالفضاء وبالفضاء بالفضاء اي ويجب، ها دخلنا بقى في 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 الواجبات، ويجب بالفضاء تستر، يجب عليه ان لا يتغوط او يتبول الا اذا ستر نفسه، يستر نفسه بقى بالفضاء تستر. الفضاء اللي هو مش في الكنيف يعني، طبعا في الكنيف يستحب له التستر على قدر ما يستطيع، لكن في الفضاء يجب، يجب له أن يتستر. نعم. قال وبعد. ويجب ويستحب له في الفضاء أن يبعد، يبقى يجب تستر حتى لا يرى الناس عورته، ويستحب له أن يبتعد عن الناس حتى لا يسمع الناس صوت ريح مثلا يخرج منه، ولا يشمون رائحة كريهة تخرج منه، فيستحب له أن يفعل ذلك. أما في الكنيف بتاعنا فلا يستحب له أن يبعد ولا أن ولا أي حاجة، لو خرج منه مهما خرج أو شيء ما فيش مشكلة في الكنيف. مش ضروري لا مش ضروري، وإسراف في المية مش مظبوط يعني، لكن لا إشكال في ذلك، لأنه هو داخل الكنيف ليه؟ مستور وما فيش مشكلة. لكن على كل حال في الفضاء لا، في الفضاء يبعد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء ابتعد. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذات مرة أراد أن يقضي حاجته فلم يجد مكانا في الفضاء، فأشار إلى شجرتين أن تأتي عليه فتلتئم، فالتأمت عليه وجلس بينهما وقضى حاجته، ثم أمرهما فعادت كل واحدة إلى الأخرى. وهذه من ضمن المعجزات له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واتقاء جحر. اتقاء الجحر اللي هو الشق في الأرض، يستحب له أن يتقي الجحر يعني الشق في الأرض اللي هو مستدير، الجحر المستدير يعني الشق في الأرض مستدير، أو السرب اللي هو الجحر المستطيل، يبقى الجحر المستدير اللي مستدير يبقى جحر في الأرض، والسرب اللي هو المستطيل يستحب له، لأنه دائما بيبقى غالبا مسكن الهوام والحيات والعقارب والأشياء اللي زي دي، فربما خرج منه شيء يؤذيه، وأيضا هو مسكن الجن، فربما أرادوا أن يأذوه بسبب أو يؤذوه بسبب هذه الإيه المسائل، فيستحب له أن يتقي هذه الإيه هذه الأشياء، الجحر والسرب في الأرض. نعم. قال وريح. ويستحب له أيضا أن يتقي مهب الريح، إذ لأنه ربما يتبول فتأتي الريح فتعيد البول عليه. ومعنى اتقاء مهب الريح أي اتقاء ما تهب منه الريح، سواء كانت الريح هبة أو يتوقع هبوب. يعني مثلا افرض أن الريح دي معروفة في الوقت ده بتيجي من هنا مثلا، فما يقعدش كده الإنسان حتى وإن كانت مهب لم تهب الآن، حتى وإن كانت لم تهب لكن ما ظنت أن تهب، فيستحب له أن يتقي ذلك، لأنها ربما هبت فأعادت عليه البول فنجسه. نعم. قال ومورد. المورد اللي هو مورد الماء، لأن في حاجة اسمها مورد وحاجة اسمها إيه مصدر. المصدر اللي هو الرجوع عن الماء بعد الشرب، والمورد اللي هو الذهاب إلى الماء للشرب. فالمكان اللي بيورد فيه الماء اللي الناس بتروح تولد منه أغنامها علشان تسقيها، أو تروح تاخد منه في الآبار، أو تاخد منه من مكان مورد ماء، يجب عليه أن يبتعد عنه، لا يجوز له أن يتغوط في طريق الناس ولا أن يتبول في طريق المورد ده. يقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين، وقال تعالى تهكما من فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وقال سبحانه وتعالى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير،
يصدر من المصدر اللي هو الرجوع عن الماء يعني. ولذلك يقول لك فين مصدرك، مصدرك ايه، مرجعك يعني اللي بترجع عنه. فالمورد اللي هو مكان الذهاب الى الماء، والمصدر اللي هو الرجوع الى الماء. يجب على الانسان ان يتقي موارد الماء عشان الناس ما تلعنهوش ساعة ما يكونوا رايحين للمية فيجدوا المشكلة ديت في الطريق فيلعنوه. المورد هو الطريق؟ لا، المورد اللي هو مكان ورود الماء، وكذلك الطريق الذي يوصل إلى ورود الماء. يعني إحنا معانا مثلا البير اللي بنشرب منه أو الحنفية اللي هنجيب منها مية في الحتة دي، ما فيش حد صح إنه يتغوط أو يتبول في طريق الناس اللي رايحة للمورد ده لغاية المورد. نعم. قال وطريق. أيوة كذلك الطريق، لأن ده الطريق ده برضو الملاعن الثلاثة دي اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقوا الملاعن الثلاثة، الذي يتغوط في طريق الناس أو في ظل ظل الناس، والمكان اللي بيقعدوا فيه في الشمس في الشتاء برضو، يعني الناس هتلعنوا فيها لما يشوفوا حاجة زي كده هيفضلوا يلعنوه. لو هو مولانا مثلا عمل كده، الحكمه يعني ايه الحكمه؟ يعني مثلا بيقعد يقعدوا قدام بيته ويقعد يجيبوا سيره الناس ويعملوا مشاكل، طلع هو عامل كده عشان يمشي. هيعمل بقى زي الراجل اللي احدث في كنيسه ابراهام، هتبقى مشكله دي بقى. لا، هو يقدر يعمل اي حاجه تانية غير البلوه دي؟ نعم. وطريق وظل ومجلس. ايوه كده. أيوة. على طول مجلس الناس في الشمس والظل بتاعهم في الصيف تحت الاشجار والحاجات اللي زي دي اللي بيقعدوا فيها، ينبغي للانسان، يجب على الانسان ان يتقيها، ويحرم له ان يتخلى في هذه الاشياء يعني. نعم. قال ومكان النجس. ايوه، ما احنا قلنا المكان النجس ينبغي له ان يتقيه الا اذا كان ايه؟ صلبا. فإنه يجلس. نعم. قال وتنحية ذكر الله لفظا وخطا. أيوة، تنحية ذكر الله لفظا وخطا. تنحية الذكر أي لا ينبغي له أبدا، بل يكره له كراهية شديدة أن يذكر الله تعالى في أثناء قضاء حاجته في الخلاء يعني. بعضهم قال إن كان دخل الخلاء ولسه ما قضاش حاجته وذكر الله فده مكروه، لكن حين قضاء الحاجة لا يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. حال القضاء لا يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، إنما ينبغي له أن ينحيه، ويكره له أن يستنجي باليد التي فيها خاتم فيها ذكر الله تعالى، إلا إذا كانت النجاسة ستصل إليه إلى الخاتم، فذلك حرام بقى. يعني افرض واحد لابس إصبع في خاتم في إصبعه، وأتى مثلا بطوبة أو أتى بحجر علشان يستجمر به والخاتم في إيده وفي ذكر الله، هذا مكروه. لكن افرض أن النجاسة هتوصل للخاتم ده، حرام بقى، يحرم عليه ذلك. خلاص، لفظا وخطا يعني ما ياخدش مكتوب في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا سيدي، الان يعني الهواتف المحموله بتكون يعني عليها مصاحف، طبعا المفروض نحيها الا اذا كانت في حرز او في ساتر. حرز، شنطه مقفوله عليها، يجوز له ان يدخل بها، بس لو النغمه بتاعته ذكر الله يقفل بقى التليفون عشان ما حدش هاتفه وهو في هذه الحاله او في ذلك المكان. انما ان كان في شنطه مقفوله خلاص. طب الا تعد الاله نفسها التليفون نفسه حرز للمصحف اللي موجود؟ لا طبعا، والا كنا قلنا المصحف ذات نفسه الورق حرز للكتاب، ما ينفعش. نعم. على مصحف دكاتره، يعني معذره الدكاتره ذكي، حاجه صغيره كده، فما فيش فيه، لو كسرته مش هيكون فيها مصحف ولا اي حاجه. لكن الكتابه صورتها قائمه.
سورة الكتابة موجودة، لو أنت فتحت سورة الكتابة موجودة. مجرد إغلاق البرنامج بتنتهي الكتابة مش موجودة؟ لا ما بتنتهيش، هي بتبقى غالبا موجودة يعني. هي محفوظة في داخل، محفوظة في داخل الكارت، في داخل الكارت. أيوة. خدت بالك؟ فعلى كل حال احتراما، بعض العلماء قال لك إن الموبايل مش زي المصحف قطعا يعني، ولذلك قالوا ينصح للجنوب إنه يمسكه ومش عارف إيه والكلام ده كله، لكن إذا أبرزت سورة الكتابة فلا يجوز ذلك طبعا. في يوم في مشكله دلوقتي وقعت. انا بدرس فقه شافعي. نعم. لطلبه في معهد. ايوه. بنات. في الاعداديه وكده. نعم. فطبعا البنت سالتني قالت لي يكون في مثلا حيض او نفاس او ما الى ذلك لامها او لها او لاي حد يعني. ايوه ايوه. ينفع تمسك المصحف؟ قلت لها ما ينفعش تمسك المصحف. طب انا بدرس اعمل ايه؟ هنا بقى هيجي ده عندنا في مذهب المالكية، أن المعلم والمتعلم يجوز له أن هو يقرأ المصحف الموبايل يغني عنه، والموبايل مثلا، واخد بال، المعلم والمتعلم. وإن كان ده غريب من مالك يعني، لأن أكثرهم العلماء قالوا ما ينفعش يقرأ وهو الوحدة، بس بشرط أنه يقرأ أثناء نزول الدم، تقرأ أثناء نزول الدم، أما عند انقطاعه فلا يجوز لها القراءة إلا بعد الاغتسال، لأن أثناء نزول الدم هي عاجزة عن رفع الحدث، لكن ساعة ما ينقطع هي مقصرة بقى، تروح تغتسل وبعد كده تمسك المصحف. عندها امتحان الصبح. ها؟ عندها امتحان الصبح. تغتسل إذا انقطع الدم، انقطعت الدورة، ولكن إذا لم تنقطع الدورة، بعض العلماء قال لك المعلم والمتعلم يجوز له ان يمسك يقرا يعني. نعم. اذا يعني هيقاس عليه، فهيكون قضيه التليفون الكارت اذا كان سوره الكتابه غير بارزه وهو في حرز وستر يجوز. نعم. اما اذا كان الكتابه بارزه يعني في الموبايل مفتوح كده وبتاع ولا لا يجوز له ذلك. والأحسن والأفضل إنه يحط الموبايل بتاعه في شنطة. وبعض العلماء قال لك الجيب ساتر. نعم. هو ذلك في الشنطة الصغيرة. نعم. اللي هو الجيب ساتر. الجيب ساتر أيوه. لكن في بعض الناس يعني قالوا في كلامه نظر، لأنه الجيب ساتر واسع، وإحنا عاوزين ساتر يكون ضيق بحيث إنه هو يقفل على المصحف يعني. بس. نعم. وتنفيذ ذكر الله لفظا وخطا وصوتا المحمول من ذوق أو حاجة مسجل عليها. إنه بلا شك يعني إذا كان هو نفسه ما بيذكرش ربنا ما يصحش يذكر ربنا سبحانه وتعالى. حتى الآلات تحمل الذكر صوتيا. أيوه. تنحية ذكر الله لفظا. هتخش في لفظا أيوه. على طول يعني لا بيذكر هو ولا يخلي حاجة مكتوبة فيها. نعم. لكن التنحية بذكر الله سبحانه وتعالى مش القرآن، وأنا بنتكلم في القرآن الآن، لسه هنتكلم في القرآن إن شاء الله. نعم. ايوه يتاكد يعني يستحب استحبابا مؤكدا. قال وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا. بالنسبه بقى للقران، القران يحرم ان يدخل الانسان به الخلاء، ويحرم ان يقرا القران في الخلاء الا اذا كان في ساتر او خاف عليه. يعني افرض واحد معاه مصحف واقتضى الحال ان هو يدخل الخلاء، وفي كافر هيعبس بالمصحف لو هو حط وضع خلى المصحف مثلا خارج الخلاء ودخل هو الخلاء وهو ضروري انه يدخل الخلاء، ففي كافر هيعبس بالمصحف، لا يدخل به عادي. طب معاه ساتر زي ايه؟ شنطة مثلا وقفلها ودخل مفيش مشكلة خالص. إنما الجيب، الشيخ الدردير قال ولو جيب، لو الجيب والجيب ساتر، رده قال لك لا، الجيب ساتر واسع وإحنا عايزين ساتر ضيق على أساس إنه يقفل على إيه؟ يقفل على المصحف. خلاص. إذن يحرم الدخول بالمصحف، يحرم أن يدخل الإنسان بالمصحف ولو ببعض الآيات، ولو آية واحدة حتى. هذا ما استظهره الدردير رحمه الله تعالى، ولكن بحث في كلام الدردير وقالوا إن
تحريم الدخول بالمصحف مطلقا فيه نظر، فقالوا إن الآية والآيتين لا يحرم الدخول به، وإنما هو يكره بس، وأما المصحف الكامل يحرم الدخول به. لكن يعني العبد الفقير يرى إنه فعلا كلام الدرديل وجيه، لأنهم قالوا إن الجنب نفسه لما يجي يقرأ ما يقراش حتى ولو آية واحدة خلاص. وأيضا قالوا يحرم على غير المتوضئ كتب المصحف وكتب ولو آية واحدة من المصحف، لو كان هيكتب للعبادة يعني أو حاجة زي كده، فيحرم عليه أن يكتب ولو آية ما دام مش متوضئ، يعني ما يمسكش المصحف ويكتب وهو مش متوضئ، وما يكتبش القرآن وهو غير متوضئ. فإذا كانوا هنا قالوا لا يجوز له كتب ولو آية، يبقى كذلك هنا ولو آية. إنما التفرقة بين ما كان كاملا وما كان ناقصا أو كان آية أو غيره يعني فيه شيء، وإن كان بعض العلماء استظهر هذا الأمر، ولكن العبد الفقير يحس إن كلام الدردير فيه يعني أفضل منه. نعم. مسألة المصحف، يعني واحد يعني جاء الإمام وهكذا وهو كشنطة هذه، أيوة، والمصحف فيها يعني مش مشكلة خلاص، ما هو ده ساتر، يعني يدخل وهو يدخل جوه الشنطة وهو ساتر، ما فيش مشكلة يعني. الله، إلا إذا قصد يعني إهانة القرآن يبقى لا يجوز له أن يدخل حتى ولو وضع عليه 100 قفل. يبقى إنما هو داخل الخلاء مثلا ومعاه شنطة وفيها مصحف زي ده يجوز له أن يدخل، ما فيش مشكلة ما دام مقفول عليه. استباحة يعني يكون الشنطة ليست مقفولة يعني، ربما لا مش مقفولة، يبقى يطويها على بعضها بقى. يطويها كده على بعضها ويقفلها على بعضها ويدخل به مضطر يعني. فضيلتكم، نعم، استماع يعني قد يكون يعني لا اشكال فيه، استماعه هو في الحمام او في الخلاء يستمع، واحيانا يعني الشيخ ذكر عن الشيخ ابراهيم بن عقيل انه كان بيقرا على شيخه القران فكان بيقرا عليه في كل الاحوال، فاحيانا يقرا عليه مثلا هو نايم، احيانا يقرا عليه وهو في الخلاء، فلما يبقى تلميذ بيقرا على شيخه اكيد بيصحح له. هو قاله في الخلاء، قال كنت أقرأ في كل أحوالي. لا، كل الأحوال دي معناها الكل الجميعي وليس المجموعي، كل المجموعي وليس الجميع، يعني كل يقبل التخصيص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، وطبعا مرة واحد سلم عليه وهو كان في اللي فلم يرد عليه السلام، فدل ذلك على أن الكل هنا يخصص. نعم، لما يقول كل بدعة ضلالة، هل كل بدعة ضلالة؟ ما هو البدعة اللي هي في غير الدين ليست ضلالة، واخد بالك؟ فتقول له بقى ده الكل الجميعي ولا الكل المجموعي؟ إن قلنا الكل الجميعي يبقى شامل للكل بقى، ما فيش ولا أي حاجة تشز عنه، لكن الكل المجموعي يبقى معنى كده أنه يدخل فيه التخصيص، ما فيش أي مشكلة إطلاقا. نعم. قال: وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد والمنزل يمناه فيهما. يعني تقديم يسراه دخولا، يقدم رجله اليسرى وهو داخل الخلاء، ويؤخرها عند الخروج ويقدم اليمنى، خدت بالك؟ وأما في المسجد وفي الدار فيقدم اليمنى دخولا وخروجا، ولو كان المسجد في الدار فالحكم للإيه؟ حكم للمسجد، هو لما يكون عاوز يخرج مثلا يدخل، يخرج من المسجد يخرج اليسرى ويضع اليسرى على نعله فوق النعل ويطلع باليمنى ويلبس اليمنى، يلبس نعل اليمنى ثم بعد ذلك يلبس نعل اليسرى، يبقى لو في المسجد يعمل إيه؟ يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، ولو في المنزل اليمنى دخولا وخروجا الاثنين، ولو كان المسجد في الدار يبقى الحكم لمين؟ حكم للمسجد. ايوه، نعم.
الغرض قالوا إن تقديم اليمنى في كل مكان شريف، وتقديم اليسرى في الدخول في كل مكان دنيء. أي مكان دنيء، يعني منزل الظالم تقدم اليسرى، الفندق اللي فيه المعاصي والخمور تقدم اليسرى، أي مكان يكون فيه دناءة تقدم اليسرى، وأي مكان يكون فيه شرف تقدم اليمنى. يعني مش معنى كده ان واحد راح مثلا فندق مثلا ظالم، واحد ظالم وبتاعه، والاخر يوم يقدم اليمنى يقول لك ده انا داخل زي المنزل، لا، ده انت هنا بقى تقدم اليسرى، لان المكان الشريف يقدم فيه اليمنى، والمكان الدنيء يقدم فيه الايه، يقدم فيه اليسرى. نعم. قال: ومنع بفضاء استقبال قبلة واستدبارها بلا ساتر كالوطء وإلا فلا. ومنع يعني حرم، بكلمة منع يعني حرم بفضاء، أي بمكان فضاء، يعني في الصحراء مثلا أو في المكان الخالي عن المدن، يعني استقبال. ومنع بفضاء إيه؟ استقبال قبلة، استقبال الكعبة، يمنع أن يجلس الإنسان وقبله ناحية الكعبة، ناحية القبلة في الفضاء، وكذلك دبره ناحية الكعبة أيضا، فيمنع ذلك منعا محرما، إلا إذا كان إيه؟ له ساتر يستره. إن كان له ساتر يستره يبقى خلاص يجوز له ذلك، وأما إذا لم يكن له ساتر فإنه لا يجوز له أن يقدم، أن يتبول أو يتغوط ناحية القبلة أو يستدبرها، لا يستقبلها ولا يستدبرها، خلاص. كذلك كالوطء، فإنه لا يجوز للإنسان أن يطأ امرأته في الخلاء وهو مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، لا يجوز له ذلك مطلقا. هنا بقى نشوف المسألة بالنسبة للفضاء، زي ما قلنا إن لم يكن هناك ساتر يمنع القضاء الحاجة ناحية القبلة، استدبار أو استقبال ناحية القبلة مثلا أو استدبارها يمنع حرام. وكذلك الوطء، لا يجوز له أن يطأ زوجته وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها في الفضاء. طيب بالنسبة للمنزل، يجوز له للإنسان أن يستقبل القبلة، وأن يستدبرها بقضاء حاجته أو بالوطء في المنزل، حتى وإن لم يكن عليه ساتر بينه وبين المرأة بتاعته أو بينه وبين المكان اللي وبين القبلة، فيجوز له ذلك في المنازل والأكنفة اللي في البيوت والحاجات اللي زي ديت، يبقى يجوز له إيه؟ يجوز له ذلك. طيب إن كان برحبة الدار، يعني الحتة المكشوفة في الدار، يعني يجوز له أن يطأ زوجته فيها مستقبلا أو مستدبر وأن يقضي حاجته فيها. قال لك في قولين: بالحرمة وبالجواز والمعتمد الجواز، يجوز له أن يطأ زوجته فيها ويجوز له أن يستدبر القبلة وإلى آخره في هذا الإيه، في هذا المكان. طيب بالنسبة للسطح بتاع الدار، مثلا واحد فوق سطح داره ورايح يقضي حاجته أو يطأ زوجته، برضو في قولين: بالحرمة وبالإيه؟ وبالجواز والمعتمد الجواز، المعتمد الإيه؟ الجواز. يبقى احنا معانا الصورة اهي، إذا كان في الفضاء وهناك ساتر فإنه يجوز له أن يقضي حاجته ويطأ زوجته بعيد عن أعين الناس وفي ساتر يستره. طيب بالنسبة للمنزل، إن كان عليه ساتر فده الأفضل، ما فيش مشكلة فيه، هذا جائز بلا شك. طب ما كانش فيه ساتر؟ قال لك إن كان مش بالرحبة بتاعة المنزل ولا بالسطح بتاع المنزل يبقى ده جائز متفق عليه، المكان اللي هو حوش المنزل، يعني الحوش أو فناء الدار. في زمان كانوا بيسيبوا مكان مثلا فاضي كده، هو زي خوخة المسجد، تيجي في الشمس تطلع تنزل منه،
ناحية السماء تبقى ما فيش مش مبني ولا أي حاجة كده هوت يعني. فده إذا جلس فيه الإنسان واخد بالك وواطئ زوجته أو قضى حاجته لا إشكال في ذلك. يعني الرحبة دي مكان مكشوف مكشوف للسطح كده هوت للسماء كده واخد بالك، يبقى الحيطان جنبه من هنا وجنبه من هنا وهو مكشوف. فإن كان فناء الدار أو حاجة زي كده وحوش الدار زي ما بيقولوا الحوش بتاع الدار يعني، فإنه يجوز للإنسان إنه يطأ زوجته مستقبلا ومستدبرا. بعض العلماء قالوا إنه يحرم، بعضهم قال لك يجوز، والمعتمد هو الإيه الجواز. نعم بيربوا فيها الشيخ بس على رحمة حسنا جيم اليابان والله بس أنا عارفينها كلنا بنسمع عن البط ده كتير يا شيخ احمد ومش شايفين حاجه. البط ذهب البط خلاص واخد بالك. طيب ايوه يا سيدي يا ناس ناقص ده. تمام ايوه. والسطح كذلك قلنا في بعض العلماء يقول حرام وبعض العلماء يقول ايه جائز. السطح هنا لو مالوش صوت كده يعتبر فضاء؟ اي لا مش فضاء، المفروض الفضاء في الصحراء، الفضاء اللي هو بره في بعيد عن حتى منازل المدن. لو راح في الشارع هنا في المدن لا يعد فضاء، يعني الشارع هنا في المكان اللي هنا لا يعد فضاء، انما لا يجوز له ان يتغوط او يتبول او يطأ زوجته لان هذا يعني كشف للعوره وهذا لا يجوز. نعم. سيدنا في الفضاء في فرق بين إذا كان هناك ساتر إذا كان ساتر لا بأس بذلك. لأنه كان واحد قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته في الفضاء يبول إليها، فقال له ألا يمنع البول في الفضاء؟ فقال إذا لم يكن هناك شيء يسترك، أما إذا كان هناك شيء يسترك فلا بأس. يبقى إذا ما دام في حاجة بتسترك في الفضاء خلاص ما فيش مشكلة. نعم. وإلا فلا، إذا اللي هو إلا فلا يعني ما كانش فيه ساتر لا يجوز وطأ ولا يجوز إيه ولا يجوز قضاء حاجة. نعم. قال ووجب استبراء بساتر وأيضا لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره ولا استقبال النيرين الشمس والقمر ولا استقبال الشام ولا استدباره ولا استدبارها. يعني هو المقصود الأصلي، لأن في بعض الناس يقول لك استقبال الشمس واستقبال القمر لا، أو واستقبال بيت المقدس ومش عارف إيه، فقالوا لا ولا استقبال بيت المقدس يحرم ولا استدباره يحرم حتى وإن كان في الفضاء يعني، ولا الشمس ولا القمر ولا ايه تاني قلنا احنا ولا الشام ولا كذا تباله يعني ما فيش اي مشكلة طبعا، لانه قال له ولكن شرقوا او غربوا. طبعا الشرق هيبقى ناحية ايه في مكة مثلا او في المدينة، هيكون الشرق ناحية ايه ناحية الشام اظن تقريبا شمالا يبقى ناحية الشام، والتغريب والغرب هيبقى ناحية مثلا يعني الغرض يعني أماكن كده قريبة ناحية مصر واليمن وتونس ومش عارف إيه والحتة دي كلها. نعم. قال وجب استبراء بسلك ذكر ونتم خفة. أيوة هنا بقى جينا بقى للإيه ووجب، يبقى احنا قلنا المندوبات كلها الآداب كلها مش كلها مندوبة، هو ذكر بعض الواجبات وذكر محرمات في قوله ومنع مش عارف ايه وكذا. هنا ووجب اي ويجب وجوبا استبراء، استبراء السين والتاء فيه للايه يا ترى للطلب ولا السين والتاء فيه زائدة؟ فان كانت للطلب هيبقى ووجب طلب البراءة من البول والغائط، وإن كانت زائدة هيبقى ووجب إيه براءة من البول والغائط. خلاص يبقى يا إما السين والتاء يا إما للطلب يا إما زائدة ووجب استبراء. استبراء هو إيه
استفراغ ما في الأخبثين، ما في المخرجين، يعني من البول أو من الغائط. طيب استبراء البول أدينا هم قالولنا يعمل إيه فيه. طب واستبراء الغائط إزاي؟ قال لك يكفي أن يحس الإنسان أنه ليس هناك شيء بصدد الخروج منه، مفيش حاجة تكون على فم الدبر عايزة تخرج، ويحس أنها بصدد الخروج منه. فحينئذ إذا كان حاسس أن في حاجة في فم الدبر، الغائط في فم الدبر يريد أن يخرج، فلا تصح الطهارة بعد كده، لأن يشترط في الطهارة في الوضوء عدم المنافي، وهنا في منافي وهو الحدث موجوده في فم الدبر وهيخرج خلاص، وهو حاسس أنه هيخرج، فإزاي يتوضى؟ يبقى مش هينفع، يبقى يجب عليه إخراجه أولا ثم بعد ذلك يتوضى خلاص. يبقى وجب استبراء بسلت، تصوير لحالة الاستبراء. ايه هو يكون ازاي؟ بسلت ونتر خفى. بسلت بأن يضع إصبعه اليسرى الإبهام من اليسرى فوق ذكره من أصله، ويضع السبابة تحت الذكر من أصل الذكر من أول حلقة الدبر، ويمر بالإصبعين فوق الذكر وتحت الذكر لغاية ما يوصل إلى الحشفة رأس الذكر خلاص. أدي سلته، ويسحب الذكر سحب رفيق جدا برفق، ثم بعد ذلك يجذبه هكذا اللي هو النتر ده بقى، النتر اللي هو الجذب الخفيف بالتاء أو بالثاء، نثر أو نتر خفيف، يشترط أنه يكون إيه خفيف. يبقى إذن السلت اللي هو إيه؟ وضع اليد الإصبع بتاع الإبهام فوق الذكر من أصله، والسبابة تحت الذكر من أصلها، ثم يمرهما إلى نهاية الكاميرا أو الكاميرا الحشفة يعني بتاعت الذكر، ثم يسحبه برفق هكذا علشان يستخرج منه ما بقي من ما بقي في القصبة من البول، لأن ال 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 البول لما بيجي من المثانة بيبقى له مادة بتمد المكان ده هوت. وبعدين الذكر انت لو جيت تصورها تلاقي مثلا في حنفية، الحنفية فيها خرطوم، الخرطوم ده مثلا انت فاتح الحنفية، طالما انت فاتح الحنفية يبقى المادة بتمد الخرطوم من الحنفية فبتنزل المية. طب قفلنا الحنفية ها، بيبقى لا يزال في الخرطوم بعض الماء متراكم من الايه من الحنفية، فلما تعمل له كده هوت على الارض شوية كده يروح المية اللي موجودة في الخرطوم ده هوت تروح نازل. نفس المشكلة بتاعت الذكر بتاع الانسان، فبمجرد ما ينتهي والمادة تنتهي منه يبقى فاضل جزء في القصبة خفيف، فما يقومش الانسان كده على طول وروح يستنجد، لازم يستبرأ بالسلت والنتر هكذا كما قلنا. والنثر اللي هو يروح جذبه كده برفق جذبا خفيفا كم مرة ده؟ طبعا احنا مذهبنا ما حددش كم مرة، قال لك لغاية ما يغلب على الظن انه خلاص البول اللي في القصبة راح ولا يتتبع الاوهام، يقعدش يتوهم بقى يقول لك اصل لسه فيه نقطة، اصل فيه شوية، اصل مش عارف ايه، لا، مدام خلاص غلب على ظنه إنه اللي حاصل خرج انتهت المسألة، لأن تتبع الأوهام زي ما قالوا يورث الوسوسة وهي تضر بالدين من أصله والعياذ بالله تعالى. فمن أجل ذلك الإنسان لا يتتبع الإيه الأوهام، والشيطان له ملاعب في الحتة دي كتيرة يعني خلاص، ما طالما هو ما حتى قالوا ما شك فيه كنقطة فإنه معفو عنه، ما لم يتحققها حاجة يشك هل حصل شيء بعد كده ولا ما حصلش ويشك في هذا الأمر خلاص ده معفو عنه، إنما لو تحقق يبقى ده كلام تاني، مفهوم؟ طيب هذا الاستبراء ده هو اللي هو بسلت ذكر ونتر.
قال بعض العلماء السلت والنتر ليس شرطا، بل إذا مكث مدة في محل البول يغلب على ظنه أن النقط اللي كانت موجودة في المكان في القصبة خرجت منه انتهى، مش حاجة، مش ضروري لا سلت ولا إيه ولا نتر. قال بعضهم ومن كانت عادته أن بوله لا يخرج إلا إذا وقف فإنه يقف، مش مشكلة يقف بس ما يكترش بقى، ما يقعدش يمشي كتير ومش عارف إيه. قال بعضهم ولا بأس بالخطوة أو الخطوتين إن كانت عادته كده، يعني أن يعني في بعض الناس يعني البول ما يمكن فيه النقط دي ما تخرجش إلا بالقيام. الواحد ما يتتبعش الأمور دي على فكرة، لأنه تتبعها شؤم في حياة الإنسان، فخلاص هو يعني ملوش عادة يمشي عليها، إنه ما عارف إنه الحاجة دي مش هتخرج يبقى ما يقعدش يتتبع هذه الإيه هذه الأمور. طيب ليه السلت والنتر يكونوا خفيفين؟ طب ما كانش بشعور بقوة ليه؟ قال لك لأنه كلما سلت بقوة أعطى النداوة، فيؤدي إلى عدم التنظيف، لأنهم قالوا الذكر كالدرع، درع الحيوان، كلما أدررته در فإن تركته قر، يعني أنت كلما تجيب يضر هو يجيب، فإن تركته خلاص يقلص ويضعر زي الدرع بتاع الحيوان اللي بيحلبوه مثلا، تبص تلاقيه كل ما يعمل كده يجيب نداوة، هو مش هيجيب مية، يجيب نداوة، واخد بالك؟ لكن لو سبته انت هيقفل ويقر. وقد سمعت من بعض أرباب المسالك الدكاترة يقول لك الإنسان له مغلقين للبول، مغلق أمامي ومغلق خلفي، دايما المغلق الأمامي بيقفل قبل الخلفي، الخلفي بياخد فترة على ما يقفل بقى، فعشان كده الشرع قال لك اعمل كده، حط الإصبع تحت الذكر ومش عارف يعمل ايه وسوي ايه علشان تخرج الايه النقط البسيطة دي اللي هي. نعم. قال واستنجاء. طيب خلينا لغاية هنا بقى، الله تعالى أعلم، هيطول قوي في المسألة دي، صلى الله على سيدنا محمد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. آمين يا رب. الفقه ده مش عاوز يوم واحد ولا اثنين، عاوز ايام بقى، كانوا زمان يخلوا الفقه 5 ايام في الاسبوع، ما ينفعش يخلوه يوم واحد، لكن يلا انتوا بتذاكروا المتن بس، احنا رحنا اشارة فضلاتكم سيدي، الله يبارك فيك، والله احنا نتمنى يكون الوقت موجود، واحنا إن شاء الله لما يتسنى لنا وقت آخر إن شاء الله يكون قريب، يعني نخليه حتى ولو يومين في الأول وبعد كده يعدلها ربنا سبحانه وتعالى. إحنا مولانا مستعدين يعني إن شاء الله. أيوة ما نعرف إن شاء الله، وإحنا يعني يسرنا هذا الأمر، يسرنا هذا الاستعداد يعني. الله يبارك فيكم إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر الأمر. آمين. وربنا يتمم الموضوع على خير، لأن كتير الدردير احنا نمشي فيه، مشينا فيه لغاية باب القضاء وبعدين وقفنا، فإن شاء الله ربنا ييسر الأمور والمسألة تتم على خير يعني. ده في الأواخر يا سيدي، ده في الأواخر كنا فاضلين يعني نهاية. كم مولانا كتاب أصول الفقه نقرأ فيه؟ يعني ممكن على كتاب أثناء، والله شوف أقول لك حاجة، الورقات شرح الشيخ عبد الحميد بن قدس لورقات العمريتي كتاب محترم جدا، وأيضا كتاب الحطاب شرح الشيخ الحطاب على الورقات بتاعت إمام الحرمين، كويس أوي أوي أوي. للمقدمات يعني بتاعت الأصول الفقه، الواحد يقرأ المقدمات الأول، ده ضروري. بس طبعا أنا بتكلم على من درس العلوم في الأزهر، وأما الذي لم عشان دي أمانة يعني، أما الذي لم يدرس العلوم في الأزهر فينبغي أن لا يقرأ الأصول إلا على يد شيخ الحقيقة يعني. لما اللي درس العلوم في الأزهر وفي كلية بتدرس، وبقول اللي درس في الأزهر ودرس في كلية بتدرس أصول الفقه، وأما اللي درس في كلية ما بتدرسش أصول الفقه لا يجب يقرأ على شيخ برضه، تمام؟ فإن شاء الله ربنا يسهل. في إحنا كنا شرحنا الورقات في الأزهر
المضيفة هناك عند الأزهر ووضعوها على اليوتيوب في النت، فياريت اللي عاوز يشوفها يشوفها يمكن يلاقيها يعني. إن إحنا كنا شرحنا فيها الورقات بتاعت إمام الحرمين، وإن شاء الله بشرح سهل يعني أو مبسط يعني أو شيء من هذا القبيل. ليه عنوان محدد السيد؟ ليه عنوان محدد؟ بيقولوا كاتبين دكتور فلان يعني على العبد الفقير، لو فتحت تلاقيها ان شاء الله، بيقولوا كده انا ما شفتهاش يعني. نعم. مولانا يعني في منظومه في اصول مذهب الامام مالك اللي هي نعم. منظومه ابن ابي كف. ايوه. فرأي فضلتك فيها ايه يعني؟ والله الورقات الأفضل إنك أنت تقرأها في الأمور العامة أحسن، عشان تعرف أصول الفقه وتعرف اصطلاحات الأصول وتعرف كذا، وبعد كده تبقى تدور. ولذلك إحنا يعني الشيخ الحطاب مالك وشرح الورقات بتاعت الإمام الحرمين، فهي أصول الفقه دي ما فيش مشكلة أبدا إطلاقا إن الواحد يقرأها أمور عامة. لو عايز بعد ما يقرأ الأمور العامة ويعرف الاصطلاحات بتاعتهم يقرأ بقى، لو هو عاوز يقرأ الموافقات يقرأ اللي حضرتك بتقول منظومة ابن أبي كف دي ما فيش مشكلة يقرأها، لكن بعد ما يقرأ الأمور العامة في الأصول، وده الأفضل يعني. فأنا برشح المقدمات الورقات في مقدمات في أصول الفقه، هي دي المقدمات بتاعت أصول الفقه، بتعرفك الأصول في الأول والمقدمات بتاعتها، وبعدين تقرأ المطولات بقى. ما أكثر كتب أصول الفقه، ده كتب أصول الفقه كثيرة جدا جدا، يمكن أكثر من كتب الفقه. موجودة في إيه؟ موجودة على اليوتيوب. ما أنا بقول اللي هي إيه؟ ورقات. طيب خلاص، يبقى هي موجودة إن شاء الله. ما هي موجودة. طيب الان يعني لما تصور مثلا ان في اعيان نجسه، فهل هذا الحكم لا يتعلق بعين هذا الشيء؟ لا، احنا يتعلق باستعمال هذا الشيء، استعمال، خدت بالك؟ مش يتعلق بالأعيان اللي هي الزوات، لا، استعمال ذلك الشيء. يعني أنا دلوقتي لما أقول إن هذه المسألة طاهرة، يبقى يتعلق بها الحكم كونها طاهرة ولا نجسة، إيه اللي حيضر؟ إنما الاستعمال بتاعها، أمسكها وأنا بصلي، أسبح بيها، أعمل، أسوي، بس هذه المسألة. الأحكام الشرعية في العبادة تتعلق بالأفعال والأوصاف ولا تتعلق بالزوات. يعني مش هقول إن فلان ده في حد ذاته إيه طاهر أو فلان ده نجس إلا لأني أريد أن أبني عليه حكما. لما نيجي نقول ميتة الآدمي نجسة طاهرة مثلا، يبقى معناها إيه؟ إني لو أصابني منها شيء ليس علي شيء، وإني لما أجي أغسل الميت يبقى ما عليش حاجة، واخد بالك؟ وإني لو حملت الميت لا يطلب مني أغتسل ولا أتوضأ ولا أعمل أي حاجة، خدت بالك؟ وإني مثلا شعر الميت يعتبر طاهر، وإني كذا لو إنه أصابني في ثيابي أو صليت به أو صليت أو شيء من هذا القبيل. انما يعني دي مساله مش معنى ده مش كده ان الاحكام تتعلق بالافعال وتتعلق بالصفات من حيث استعمال المكلف لها. طيب هو مثلا حرمت عليكم الميتة، ها، تحريم ناشئ للميتة ولا لاكل الميتة او تناول لحم الميتة؟ تناول. نعم. يبقى مش متعلق التحريم بالميتة نفسها. نعم. وإنما التعلق بالإيه؟ بالتناول. ليه نحن؟ نعم. حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. نعم. يبقى التعلق بالأوصاف والتعلق بالأفعال. نعم. وليس التعلق بالزوات. نعم. لا يا مولانا، في ما يتعلق بالاستعمال، لكن مثلا عندما قال فصل في بيان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، تمام، وبيحكم لك عليها بأنها نجسة علشان إيه؟ إيه الهدف من كده؟
ايضا يعني جواز الاستعمال او عدم او كده. انما يعني كون ان ده نجس او كون ان ده طاهر ايه اللي هيضر في الشرع؟ لو ما فيش احكام شرعيه ايه اللي هيضرني انا فيه؟ ولا حاجه. لكن كوني اقول ان ده نجس يعني يتعلق بي احكام شرعيه. ايه الاحكام الشرعيه؟ تعمل ايه؟ ما تستعملهوش مثلا في الصلاه كذا 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 مش عارف ايه حاجات زي كده. بس دي الفكره. انما الشيء في ذاته طاهر او في ذاته نجس وانا ليس لي تعلق به شرعا، ما معنى هذا؟ ملوش اي تاثير اطلاق، واخد بالك؟ انما متعلق به حكمي انا، ان انا ما صليش عليه، ان انا ما كلش فيه، ان انا مش عارف ما اعملش كذا، اني كذا اني كذا. يبقى هو ده ايه اللي انا مطلوب مني اعرفه. يبقى هو ده الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي. وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير ومحلا باحد النقدين، زي ما شرحنا قبل كده. استعمال حرير، هل الحرير في حد ذاته يتقال عليه حرام ولا استعماله؟ استعماله. لما يقول الحرير حرام يبقى على حذف المضاف، تقديره أي استعمال الحرير حرام، أو اتخاذ الإناء من فضة حرام، اتخاذ الإناء من فضة، الشرب في الإناء من فضة، الأكل في الإناء من فضة حرام، وهكذا. نعم. بارك الله فيكم وعليكم يا رب، الله يبارك فيكم.